السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله تعالى وأستعينه وأعتصم به وأستهديه، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحا يا رب العالمين. لازلنا في قراءة في كتاب شرح غاية السهول للإمام جمال الدين ابن عبد الهادي المعروف ابن المبرد رحمه الله تعالى، ولازلنا في مباحث السنة، وبلغنا قول المصنف رحمه الله: وإنكار الشيخ الحديث غير قادح في رواية الفرع له، في صفحة 237. عليكم السلام ورحمة الله بارك الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإنكار الشيخ الحديث غير قادح في رواية الفرع له، وهو قول مالك والشافعي وأكثر المتكلمين، لأنه عدل جازم فتقبل روايته، ويحمل إنكار الشيخ على نسيانه. وقد روى ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد، ثم نسيه سهيل، فكان بعد يقول: حدثني ربيعة عني أني حدثته ولم ينكره. وخالف الحنفية. نعم، أحسنت. هذه المسألة الأصولية هي مسألة إنكار الفرع، إنكار الأصل رواية الفرع عنه، يعني إنكار الشيخ رواية التلميذ عنه. التلميذ وهو الفرع يرويها ويسندها إلى الشيخ، والشيخ ينكر الرواية عنه بعد أن عرضها عليه. قال: وإنكار الشيخ الحديث غير قادح في رواية الفرع له. والمراد بالإنكار هنا إنكار الشك والتردد، وإن لم يصرح به المصنف رحمه الله، لأن إنكار الشيخ رواية التلميذ عنه قسمان: القسم الأول إنكار جحود وتكذيب، يعني أن يكون جازماً في الإنكار، جازماً بالإنكار، يقول: لا، أنا ما رويت هذا الحديث، أو يقول: لم أروه لك، يقوله على سبيل الجزم واليقين، فيكون إنكاره إنكار جحود وتكذيب للفرع أي للتلميذ. وفي هذه الحالة الحديث يرد، قيل بالإجماع، حكاه كثير من العلماء، وقيل مع خلاف شاذ، وهو الصحيح أن الخلاف موجود في هذه المسألة، لكنه خلاف شاذ والله أعلم. أما القسم الثاني فهو الذي ذكره المصنف رحمه الله، وهو إنكار الشك والتردد وعدم الجزم بكذب الفرع في الرواية عنه، يعني إنكار النسيان، إنكار النسيان. فهذا الذي وقع فيه خلاف مشهور بين العلماء. قال: وإنكار الشيخ الحديث غير قادح في رواية الفرع له، وهو قول مالك والشافعي وأكثر المتكلمين. والأمر كما ذكر المصنف رحمه الله، فهذا هو المذهب الأول في المسألة، وهو أن التلميذ يعني الفرع إذا روى حديثاً يسنده إلى شيخ وهو الأصل، ثم عرضه عليه هو أو غيره من الرواة، ينكره الشيخ إنكار تردد بأن يقول مثلاً: لا أعرفه، أو يقول: لا أذكر أني رويت هذا الحديث، أو نحو ذلك، فهو حجة، فالحديث يكون
حجة ولا يقدح هذا الإنكار في الرواية، وهو قول كما ذكر المصنف قول الشافعي ومالك وأحمد رحمهم الله جميعا، يعني قول جمهور العلماء. الدليل قال: لأنه عدل جازم فتقبل روايته. هذا دليل أصحاب المذهب الأول وهم الجمهور، قال: لأنه، أي الراوي الفرع أي تلميذ، عدل، ثقة، ضابط، جازم بالرواية وليس مترددا كتردد شيخه، بل هو جازم، فتقبل روايته. أضف إلى هذا أن الشيخ لم يكذبه، فالشيخ ما كذبه، ما قال كذبت علي، إنما قال لا أعرفه أو قال لا أذكره. قال: ويحمل إنكار الشيخ على نسيانه. هذا جواب اعتراض مقدر، كأن قائلا يقول: فكيف تحملون إنكار الشيخ إذن؟ يعني إذا كان الحديث مقبولا فلما أنكره الشيخ؟ قال: يحمل إنكاره على النسيان، فنقول نسيه، والإنسان من النسيان. أول الناس كما قال بعض العلماء، أول ناس هو أول الناس وهو آدم عليه السلام، فالنسيان يعرض للإنسان. والشيخ الذي يروي الحديث هو من جملة البشر الذين يعرض لهم العوارض كالنسيان والسهو وغير ذلك. ثم قال: وقد روى ربيعة، يمثل الآن القاعدة، وهي في نفس الوقت هذا المثال هو دليلهم أيضا، دليل آخر للجمهور المحتجين بالحديث الذي أنكره راوي. قال: وقد روى ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن سهيل عن أبيه، ربيعة ابن أبي عبد الرحمن المعروف بربيعة الرأي شيخ الإمام مالك، عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد، قضى باليمين مع الشاهد. قال: ثم نسيه سهيل، فكان بعد يقول: حدثني ربيعة عني أني حدثته، قال: ولم ينكره. يعني بعدما روى سهيل لربيعة هذا الحديث نسيه بعد ذلك سهيل، فأخبره به ربيعة الذي هو تلميذه، يعني أو الراوي عنه يعني، فصار بعد ذلك يقول سهيل: حدثني ربيعة عني أني حدثته، عن أبي هريرة. قال: ولم ينكره، لم يرده، فلم ينكر لا هو ولا غيره، يعني بقية العلماء ما أنكروا عليه أنه يروي عن من روى عنه عن نفسه، ما أنكروا عليه هذا، فهو مثال وهو في نفس الوقت دليل للجمهور على الاحتجاج بالحديث الذي أنكره راويه. قال: وخالف الحنفية، والأمر كما ذكر المصنف رحمه الله، فالحنفية خالفوا الجمهور ورأوا أن الحديث الذي أنكره راويه حتى لو كان إنكار تردد وشك يقدح في صحة الحديث فيحمل على الانقطاع ويكون من جملة الحديث الضعيف المردود. وهذا الخلاف أثمر ثمرات، يعني كان خلافا عمليا له ثمرات في الفقه، فمن ذلك المثال الذي ذكره المصنف، القضاء باليمين والشاهد في الحقوق المالية هل يقبل؟ فذهب الجمهور إلى قبوله، إلى قبول الشاهد مع يمين المدعي، فتكون اليمين بمنزلة الشاهد الثاني، واستدلالا بحديث ربيعة عن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة الذي مر آنفا. وخالف الحنفية وردوا، لم يقبلوا الشاهد مع اليمين لأن الحديث أنكره راويه، والحديث الذي أنكره راويه مردود. ومن ذلك
أيضا خلافهم في نكاح المرأة الرشيدة بلا ولي. فالجمهور يرون أن تزويج المرأة نفسها، يعني إنكاحها نفسها بلا ولي، بلا رجل ولي، لا يصح، استدلالا بما رواه ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عائشة، عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. وخالف الحنفية وجوزوا نكاح الرشيدة بلا ولي، وقالوا عن هذا الحديث بأنه حديث أنكره راويه، لأن ابن جريج ماذا قال بعد ذلك؟ قال: ثم لقيت الزهري فسألته عن هذا الحديث فأنكره. وحينئذ تنطبق عليه قاعدتهم أنه حديث أنكره راويه فلم يقبلوا. نعم، تفضل يا شيخ. قال رحمه الله تعالى: وتجوز إجازة معين لمعين كإجازة شخص معلوم لمثله أو لجماعة معلومين ولو بجميع مسموعاته. وتجوز الإجازة لمعدوم تبعا لموجود، نحو قوله: أجزت لزيد ومن يولد له، وقيل: لا تجوز. ولا تجوز الإجازة لمعدوم، نحو قوله: أجزت لمن يولد لزيد، وقيل: بلى كالتبع. نعم، أحسنت. هذه مسألة الإجازة، وقد مر طرف من مباحث الإجازة فيما مضى، وهذه مسألة أخرى تتعلق بالإجازة في الحديث. فقال: وتجوز إجازة معين لمعين، يعني تجوز إجازة شيخ معين لآخر معين، شخص لشخص معين، هذا مقصود المصنف. قال: كإجازة شخص معلوم لمثله، أي لمثله معلوم، أو لجماعة معلومين ولو بجميع مسموعاته. عليكم السلام. يعني تجوز إجازة المعين، الشخص المعين، لشخص معين مطلقا، سواء بشيء معين ككتاب معين له ألفه فيه مروياته، أو يقول: أجزت لك أن تروي عني كل ما صح من مروياتي أو كل مروياتي، مطلقا يجوز. وهذا مذهب أكثر العلماء، خلافا لبعض الحنفية وبعض المحدثين والظاهرية، بعض الظاهرية. قال: وتجوز الإجازة لمعدوم تبعا لموجود. وتجوز الإجازة لمعدوم غير معلوم تبعا لموجود، هذا شرط. تجوز الإجازة لشخص معدوم، لكن بشرط أن يكون تبعا لا استقلالا. كيف؟ قال: نحو قوله: أجزت لزيد ومن يولد له. إذا قال الشيخ صاحب الكتاب مثلا في الحديث: أجزت لزيد أن يروي عني هذا الكتاب ولمن سيولد له، أين المعدوم؟ لمن سيولد له، فيجوز، لأنه جاء تبعا لا استقلالا. وهذا قول أكثر العلماء. قال: وقيل، والقائل هم بعض الشافعية: لا تجوز، يعني لا تجوز للمعدوم، فتصح في المعلوم وتبطل في المعدوم. قال: ولا تجوز الإجازة لمعدوم، يعني استقلالا، لا تجوز الإجازة لمعدوم يعني استقلالا، نحو قوله: أجزت لمن يولد لزيد. وقيل، هذا القول الأول طبعا هو قول الجمهور، ثم قال: وقيل، وهذا قول بعض المحدثين كالخطيب البغدادي وبعض الحنابلة وكثير من العلماء المتأخرين، وقيل: بلى، يعني وقيل بلى تجوز الإجازة لشخص معدوم لم يولد بعد. ثم قال: كالتبع، الكاف بمعنى قياسا على، يعني قياسا على التبع، يعني كما جازت الإجازة للمعدوم إذا جاء ذكرهم تبعا لمعلوم موجود،
فتجوز كذلك للمعدوم ولو لم يكن تبعا قياسا عليه. نعم تفضل يا شيخ. قال رحمه الله تعالى: والزيادة في الحديث من الثقة المنفرد بها عن الجماعة الرواة له مقبولة، لجواز أن يكون راوي الزيادة سمع في مجلس غير ذلك، أو أن راوي النقص قام ونحو ذلك، لفظية كانت الزيادة أو معنوية. فإن علم اتحاد المجلس قدم قول الأكثر ثم الأحفظ والأضبط ثم المثبت، قاله أبو الخطاب والقاضي أبو يعلى من أئمة أصحابنا، فيه مع التساوي روايتان عن أحمد رحمه الله تعالى. أحسنت إلى هنا. هذه مسألة الزيادة في الحديث، زيادة الثقة، مسألة مشهورة أيضاً من مسائل الأصول ومن مسائل المصطلح. قال: والزيادة في الحديث من الثقة المنفرد بها عن الجماعة الرواة له مقبولة. الضمير في له أي للحديث، يعني الزيادة في الحديث من الثقة المنفرد بها عن الجماعة الرواة للحديث مقبولة، هذا الخبر. وأكثر عناية الأصوليين بالزيادة في المتن، لأن عملهم في الاستنباط من المتن، متون الحديث والنصوص الشرعية عموما. وإلا في المحدثون يتكلمون عن الزيادة في نوعين: زيادة في المتن وزيادة في السند. قال: لجواز، هذا شروع في الاستدلال لمذهب جمهور العلماء الذين قبلوا زيادة الثقة، وهو أن يروى الحديث من طريقين أو أكثر، بعضهم يرويه بصيغة والآخر يزيد، راو آخر من طريق أخرى يزيد على متن الحديث كما سوف نمثل إن شاء الله فيما بعد. قال: لجواز أن يكون راوي الزيادة سمع في مجلس غير ذلك، أو أن راوي النقص قام ونحو ذلك. إلى هنا انتهى الدليل. هذا دليل من قبل زيادة الثقة. يقول: زيادة الثقة لا يمنع منها مانع، لا يمنع من قبولها مانع. لما؟ قد يقول قائل: طيب لما زاد وغيره ما زاد؟ فقال: يجوز أنه سمع هذه الزيادة في مجلس آخر، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يذكر الحديث مرة واحدة، في كثير من الأحاديث قد يقول الحديث مرتين أو ثلاثا في مجالس متعددة، فهذا يسمع لفظا والآخر يسمع لفظا زائدا، فالثاني الذي سمع يزيد على الذي لم يسمع، لأنه سمع الزيادة في مجلس آخر. هذا احتمال. واحتمال آخر قال: أو أن راوي النقص قام، يعني قام من المجلس، يعني يجوز أن يكون المجلس مجلسا واحدا ومع ذلك تحصل الزيادة. لما؟ كيف يعني هذا؟ قال: لأن الذين حضروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم جماعة، فبعضهم قام قبل أن يكمل النبي صلى الله عليه وسلم حديثه، وبعضهم بقي، فالذي بقي سوف يزيد في مثل الحديث، وهذا يحصل للصحابة أن يقوم بعضهم من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. أليسوا قاموا في الجمعة ولما سمعوا بالتجارة أقبلت، انفضوا إليها وتركوك قائما، فبعضهم جلس وسمع وبعضهم خرج، فهذا يحصل، القيام من المجلس يحصل. قال: ونحو ذلك، يعني ونحو ما ذكرناه من قيامه من المجلس قبل فراغ النبي صلى الله عليه وسلم من حديثه، كأن يبقى لا يقوم، لكن تحدث له سهو، يحدث له سهو أو غفلة، يعني هذا جائز، الإنسان تعترضه العوارض. قال: لفظية كانت الزيادة أو معنوية. لفظي يعني سواء، يعني زيادة الثقة مقبولة مطلقا،
سواء كانت هذه الزيادة في مجرد الألفاظ ولم تغير معنى الحديث أو كانت في المعنى. مثال ما لم تغير، أي مثال الزيادة في اللفظ، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا قال سمع الله لمن حمده، قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، إلى أن قال: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، وزاد بعضهم: فقولوا ربنا ولك الحمد. الزيادة بحرف الواو، فهي زيادة لفظية لا تغير المعنى. وأحياناً الزيادة تغير المعنى، مثل حديث ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على الحر، على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير. زاد بعضهم: والصغير والكبير من المسلمين. الزيادة في آخر الحديث، فانبنى عليه خلاف: هل تخرج الزكاة عن العبد الكافر أو لا؟ خلاف بين العلماء بسبب الزيادة المذكورة. قال: فإن علم اتحاد المجلس قدم قول الأكثر. قال: فإن علم اتحاد المجلس، وسكت المصنف رحمه الله عن الشق الثاني، لأن قوله فإن علم يشعر بأن في المسألة تفصيلا، وهو كذلك، لكنه سكت عن الشق الآخر فتحدث عن اتحاد المجلس. أما إذا اختلف المجلس وهو ما سكت عنه المصنف، فإن الزيادة تكون مقبولة، بل حكى بعضهم الإجماع على قبول الزيادة عند تعدد المجلس. قال: فإن علم اتحاد المجلس قدم قول الأكثر. إذا علم أن الحديث بالزيادة ومن غير الزيادة قاله النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس واحد، فحينئذ نحتاج إلى الترجيح، فكيف نرجح؟ قال: قدم قول الأكثر، يعني الأكثر رواة من الحديثين، الذي فيه الزيادة والذي فيه النقص، الأكثر رواة يقدم، سواء الذين زادوا، سواء الذين أتوا بالزيادة أو الذين لم يأتوا بها. والترجيح بالكثرة طريق صحيح للترجيح، أليس يرجح بكثرة الأسانيد وبكثرة العاملين وكثرة الطرق؟ الترجيح بالكثرة معروف، فتقاس عليه هذه المسألة على نظائرها من مسائل الأصول التي فيها ترجيح بالكثرة. قال: ثم الأحفظ والأضبط ثم المثبت. إذن يرجح أولاً بكثرة الرواة بين الحديثين، ثم إذا تساووا في العدد يرجح بالأحفظ والأضبط، ثم المثبت. هذا المرحلة الثالثة في الترجيح، المثبت للزيادة يرجح على النافي لها، لأن مع المثبت زيادة علم لم يطلع عليها المنقص لتلك اللفظة. قاله أبو الخطاب الكلوذاني، ثم قال: وقال القاضي أبو يعلى، شيخه، شيخ أبي الخطاب، من أئمة أصحابنا: فيه مع التساوي روايتان عن أحمد رحمه الله تعالى. يقول أبو يعلى ماذا قال؟ قال: فيه مع التساوي عند تعارض الحديثين اللذين أحدهما فيه زيادة والآخر ليس فيه، مع التساوي أي مع تساوي العدد، عدد الرواة في الحديثين، ومع التساوي في الحفظ والضبط، فيه روايتان عن أحمد، إحداهما قبول الزيادة، زيادة الثقة، والأخرى عدم قبول الزيادة.
ومذهب أحمد في المسألة مضطرب، يعني يصعب الجزم بما هو المعتمد عن أحمد رحمه الله. وقد أقر بهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث قال: كلام أحمد مختلف في الوقائع، وأهل الحديث أعلم بذلك. يعني كأنه يقول ارجعوا إليهم فهم يعرفون هذا. مختلف في الوقائع يقصد في آحاد الأمثلة، مرة يقبل الزيادة ومرة ما يقبلها، فما تستطيع أن تضبط مذهبه، أن تجزم بما هو مذهبه. قال رحمه الله تعالى: وحذف بعض الخبر جائز عند أحمد ومالك والشافعي وجمهور العلماء إلا في الغاية نحو حتى تزهيه، والاستثناء نحو قوله إلا سواء بسواء إلا هاء وهاء ونحوه، أي ونحو ذلك مما الحديث فيه بعضه متعلق ببعض، فلا يجوز حذف بعضه. نعم أحسنت. هذه مسألة حذف بعض الحديث، هل يجوز للراوي الذي سمع الحديث على التمام كاملا، هل يجوز أن يقتصر عند الأداء على بعضه تحمله تاما فهل يؤديه ناقصا، يجوز أو لا يجوز؟ فيه خلاف بين العلماء. فقال: وحذف بعض الخبر جائز. عند أحمد ومالك والشافعي وجمهور العلماء. نعم الأمر كما ذكر المصنف رحمه الله، هذا قول جمهور العلماء. والكلام في ما قلناه من أنه يسمع الحديث، يعني عند التحمل يسمعه تاما، وعند الأداء يؤديه ناقصا، ينقص بعض ألفاظ الحديث أو بعض جمل الحديث. أما تقطيع الحديث لمن صنف الحديث، تصنيف الحديث، فيقطع الحديث ويفرقه في الأبواب، فهذا جائز سائق، وقد صنعه الإمام مالك والبخاري كما هو معلوم وغيرهما من العلماء. قال: إلا في الغاية إلى آخره. الآن بدأ يستثني من القاعدة، يقول الأصل أنه يجوز حذف بعض جمل الحديث، لكن في بعض المواضع لا يجوز. قال: إلا في الغاية. إذا جاء في الحديث أداة غاية فلا يجوز حذفها وما بعدها، لأنه يخل بمعنى الحديث. فمثلاً حديث نهى عن بيع الثمار، نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، تزهي يعني تنضج، فلو رواه نهى عن بيع الثمار وسكت وحذف حتى تزهي، هل يصح هذا؟ ما يصح، لأن الغاية هنا مقصودة والحكم متعلق بها، فالحكم ليس النهي على الإطلاق وإنما في حالة دون حالة، فحذف الغاية يخل بمعنى الحديث فلا يجوز. قال: والاستثناء نحو قوله إلا سواء بسواء، نهى عن بيع الفضة بالفضة إلا سواء بسواء، والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، أو كما ورد. فلو رواه نهى عن بيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب هكذا، ما يصح أن يحذف الاستثناء، لأنه يخل بمقصود الشارع ويخل بمعنى الحديث والحكم المترتب عليه. قال: إلا هاء وهاء، الذهب بالذهب ربا إلا هاء بهاء، إلا هاء وهاء، هاء وهاء يعني بمعنى يدا بيد. فلو روى الذهب بالذهب ربا إلى آخره لأخل بمعنى الحديث. قال: ونحوه، يعني ونحو الاستثناء ونحو الغاية كذلك لا يجوز، مثل أن يحذف الشرط أو جواب الشرط
أو يحذف الحال أو يحذف يعني أداة الحصر مثلا، هذا كله يخل بمعنى الحديث فلا يجوز. قال: ونحوه، أي ونحو ذلك مما الحديث فيه بعضه متعلق ببعض فلا يجوز حينئذ، مثل حديث عمر رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيرقد الرجل إذا أجنب؟ قال: نعم إذا توضأ. فلو اقتصر على نعم وحذف الشرط إذا توضأ يخل بمعنى الحديث. قال: فلا يجوز حذف بعضه، يعني في هذه الأحوال. قال رحمه الله: وخبر الواحد فيما تعم به البلوى كمس الذكر ورفع اليدين في الصلاة مقبول عندنا وعند عامة الفقهاء والمتكلمين خلافا للحنفية، وكذا هو مقبول عندنا في الحدود. نعم، يقول: وخبر الواحد فيما تعم به البلوى كمس الذكر ورفع اليدين في الصلاة مقبول. هذه المسألة الأصولية التي وقع فيها الخلاف هي مسألة خبر الواحد الواقع في عموم البلوى، خبر الواحد فيما تعم به البلوى، يعني ما يعم به التكليف وتشتد حاجة الناس إليه، هذا معنى عموم البلوى، يعني الأمر الذي يتكرر وقوعه للناس فيحتاجونه، كبيرهم وصغيرهم، ذكرهم وأنثاهم، مثل أحكام الطهارة، أحكام الصلاة، أحكام الزكاة والصلاة، كل أشياء تعم بها بلوى الناس، يعني يعم الاهتمام بها، يحتاج أن يعرفها الخاصة والعامة، هذا معنى خبر الواحد فيما تعم به البلوى، فهل يقبل؟ ومثل المصنف لخبر الآحاد الوارد فيما تعم به البلوى قال: كمس الذكر، يعني كنقض الوضوء بمس الذكر، وهو حديث من مس ذكره فليتوضأ، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، حديث بسرة بنت صفوان الأسدية رضي الله عنها. قال: ورفع اليدين في الصلاة، يقصد ورفع اليدين في الصلاة عند الركوع وعند الرفع من الركوع، لأنه هو الذي وقع فيه النزاع، أما الرفع عند تكبيرة الإحرام فمحل اتفاق. قال: مقبول عندنا وعند عامة الفقهاء والمتكلمين خلافاً للحنفية، والأمر كما ذكر المصنف رحمه الله. إذن خبر الآحاد الوارد فيما تعم به بلوى الناس حجة عند الحنابلة وعند الشافعية وعند المالكية وأكثر العلماء، وخالف في هذا الحنفية رحمهم الله جميعاً. قال: نعم، يعني طبعاً هذه المسألة أثمرت في الفقه كثيراً، في مسائل كثيرة من مسائل الفقه التي وقع فيها النزاع بسبب الاحتجاج بخبر الآحاد فيما تعم به البلوى، ومنها المسألتان الحديثان الذي ذكرهم المصنف، هل ينقض الوضوء بمس الذكر أو لا، ومنها مسألة رفع اليدين عند الركوع والرفع منه، ومنها مسألة جمع الصلاتين في السفر، فالجمهور يجوزون جمع الصلاتين في وقت إحداهما، لحديث ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء، أو كما ورد، وغيره من حديث الأحاديث الدالة على الجمع بين الصلاتين، وردها الحنفية بأنها مسألة السفر شيء يقع للناس كثيراً، فهو مما تعم به البلوى الجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما، فلا يقبل بخبر الأحاد، لا بد فيه أن يكون متواتراً هكذا يقولون، ولهذا لا يجوزون الجمع إلا الجمع الصوري، يعني يحملون الحديث على الجمع الصوري ويردون ما أفاده الحديث. ومنها الزكاة في مال الصبي والمجنون، هل تجب الزكاة أو لا؟
فمذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة أن الزكاة تجب في مال الصبي والمجنون إذا حال عليه الحول. لحديث أنس رضي الله عنه: اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والحنفية لا يرون وجوب الزكاة في ماليهما، ويقولون عن هذا الحديث إنه حديث أحادي في شيء تعم به بلوى الناس وهي الزكاة، فلا بد في مثله أن يتواتر، فلما جاءنا أحاديا دل على عدم صحته. قال: وكذا هو مقبول عندنا في الحدود. وكذا هو أي خبر الواحد حديث الأحادي، مقبول عندنا في الحدود. نعم، حديث الأحاد الوارد في الحدود الشرعية هو مقبول كما قال عندنا، يعني عند الحنابلة، وهو قول أكثر العلماء، هو مذهب جمهور العلماء أن الحديث الأحادي يقبل في الحدود الشرعية، خلافا لبعض الحنفية كالكرخي. نعم، في عموم البلوى، يرد في عموم الحنفية خالفوا في عموم البلوى، ومعنده إذا خالف القياس لهم شروط، يعني لا ليس مطلقا. لا، الحنفية ما يردون خبر الأحاد مطلقا، لا، هم من أكثر الناس تعظيما لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لهم شروطا يشترطونها في قبول الخبر، ومنها ألا يرد فيما تعم به البلوى، وألا يخالف القياس، وألا يعمل راويه بخلافه، وغيرها من الشروط التي ذكروها في كتبهم الأصولية. قال: وكذا هو مقبول عندنا، كما قلنا هو مذهب الحنابلة وجمهور العلماء قبول الحديث الأحادي الصحيح إذا ورد في الحدود الشرعية، كخبر ماعز رضي الله عنه في رجمه لما زنى، وكخبر قطع يد سارق رداء صفوان بن أمية رضي الله عنه، وذلك أن صفوان رضي الله عنه كان نائما في المسجد على خميصة نوع من الرداء، فجاء رجل فاستلها من تحت رأسه وهرب، فأدركه صفوان رضي الله عنه وأتى به النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده، فقال صفوان: أتقطعه في خميصة لا تساوي 30 درهما؟ قد بعتها عليه وأنسأته ثمنها. يعني أنا بعتها له هذه الخميصة والثمن مؤجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان ذلك قبل أن تأتيني؟ أو كما ورد. هذا مثال الأحاديث الواردة في الحدود الشرعية. نعم، تفضل شيخ. قال رحمه الله: وخبر الواحد المخالف للقياس من كل وجه مقدم عليه، أي على القياس. نعم، قال: وخبر الواحد المخالف للقياس من كل وجه مقدم عليه، أي على القياس. هذه المسألة في مخالفة الحديث للقياس، فأيهما يقدم؟ لكن المصنف رحمه الله احترز، يعني ضبط المسألة بقيد مهم، فقال: المخالف للقياس من كل وجه. لما قال هذا؟ قالوا: لأن الحديث قد لا يخالف القياس من كل وجه، وإنما من وجه دون وجه، ويتصور هذا فيما إذا كان الحديث عاماً والقياس خاصاً، فحينئذ يقدم القياس ويخص به الخبر، كحديث البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، فقوله البكر بالبكر عام، لفظ عام يتناول الأحرار والعبيد، الحرائر والإماء، ثم يخرج من عمومه
الأمة يخرج من عمومه العبد إذا زنى، فلا يجلد 100 بل يجلد 50 جلدة، والذي أخرجه من العموم هو القياس، وذلك أن النص ورد على أن الإماء الأمة إذا زنت أنها تجلد 50، فإن أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن مثل ما على المحصنات. نعم، كيف؟ فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. العذاب هو الحد الذي هو 100، وهذا في الأمة بالنص، لكن العبد يقاس عليها، إذ لا فرق بين العبد وبين الأمة في هذا الباب. وإذا قيس العبد على الأمة فإنه سوف يجلد 50 ويخرج من عموم البكر بالبكر جلد 100. فلهذا احترز المصنف بقوله المخالف للقياس من كل وجه، يعني حين لا نستطيع أن نجمع بين القياس والخبر الصحيح بحيث لا بد من العمل بأحدهما، فحينئذ يقدم الخبر، يقدم الحديث، لأنه هو الأصل، هو الوحي. وأما القياس فهو وإن كان دليلاً صحيحاً في نفسه لكنه فرع عن الكتاب والسنة، فرع عن الوحي، فلا يقدم الفرع على الأصل. والمسألة لم يذكر فيها المصنف خلافاً، مع أن المسألة فيها خلاف مشهور في كتب الأصول، وقد ذهب الذي ذكره المصنف من تقديم الخبر أي الحديث على القياس هو مذهب الحنابلة والشافعية وبعض المالكية، وخالف الحنفية فقدموا القياس على الخبر، وهو أحد القولين عن مالك رحمه الله، رحمهم الله جميعا. ومن أمثلة المسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فعمل به الجمهور وقالوا في الشاء المصرة، وهي التي حبس اللبن في ضرعها، يعني لم تحلب أياما، وهذا نوع من التدليس على المشتري ألا يحبس ألا يعني يحلب البهيمة عدة أيام فيجتمع اللبن في ضرعها، فإذا جاء المشتري ظنها أنها ذات لبن غزير فيخدع ويعطيها يعطي في ثمنها شيئا أكثر مما تستحقه. فقال الحنفية لا ترد مجانا، إن اختار أن يردها يردها مجانا. لماذا لا يردها مع صاع من تمر كما جاء في الخبر؟ قالوا لأن هذا يخالف القياس، لأن القياس في باب الضمان هو أن المثلي يضمن بمثلي والقيمي يضمن بقيمته، أما أن ترد جنسا آخر فهذا على خلاف القياس، فلم يقبلوا الحديث. ومن أمثلة المسألة الأصولية هذه، من أمثلتها في الفروع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وبه عمل الشافعية والحنابلة. وخالف الحنفية والمالكية فقالوا هذا فقط على الاستحباب، لا يجبر أن يجعل الخشبة في جدار جاره، لا يجبر الجار أن يسمح لجاره يعني أن يمكن جاره بأن يضع خشبة في جداره، قالوا لأن هذا على خلاف القياس، وردوا الخبر لهذا. كيف على خلاف القياس؟ قالوا المال الأصل أن المال لا يبذل إلا بطيب نفس من صاحبه، وليس أنه يجبر عليه، فلا بد في التصرف في مال الغير من رضاه، وهنا الحديث أفاد أنه يجبر كما ذكر، كما يفيده أيضا كلام أبي هريرة وددت أن أرمي بها بين ظهرانيكم أو كما قال رضي الله عنه وقال على رقابكم.
نعم تفضل شيخ. قال رحمه الله: وتجوز رواية الحديث بالمعنى المطابق للعائف بمقتضيات الألفاظ والفارق بينها، اختاره الأكثر لأن التعبد بالمعنى لا باللفظ بخلاف القرآن ولجواز شرحه به، وقيل لا يجوز، واختاره ابن سيرين لقوله عليه السلام: فأداها كما سمعها، ولقوله عليه السلام للبراء رضي الله عنه حين قال: ورسولك الذي أرسلت قل ونبيك الذي أرسلت. وقيل لا يجوز فيما هو خبر عن الله لأنه كالقرآن. ومنع أبو الخطاب محفوظ الكلوثاني من أئمة أصحابنا إبداله بما هو أظهر أو أخفى، لأن الشارع ربما قصد اتصال الحكم باللفظ الجلي تارة وبالخفي أخرى. نعم أحسنت. قال: وتجوز رواية الحديث بالمعنى المطابق للعارف بمقتضيات الألفاظ والفارق بينها. هذه مسألة رواية الحديث بالمعنى، يعني يبدل ألفاظ الحديث الواردة بألفاظ من عنده هو. هل يجوز هذا؟ قال: يجوز، لكنه شرط ماذا؟ أولاً المطابقة بين اللفظ والمعنى، والأمر الثاني أن يكون هذا الذي روى بالمعنى عالماً بمقتضيات الألفاظ في لغة العرب، يعرف معانيها، أن يعرف معانيها منطوقها ومفهومها ولوازمها، وأن يعرف الفارق بينها فيعرف المشترك والمترادف والمتباين من ألفاظ لغة العرب. قال: اختاره الأكثر، والأمر كما ذكر المصنف رحمه الله، نعم هو قول أكثر العلماء من المذاهب الأربعة، بل هو قول عامة العلماء، لم يخالف إلا قلة قليلة من العلماء. قال: لأن التعبد شروع في دليل الجمهور المجوزين لرواية الحديث بمعناه. قال: لأن التعبد بالمعنى لا باللفظ بخلاف القرآن، هذا الدليل الأول. يقول: التعبد أي التكليف الشرعي في الأحاديث إنما هو بما تضمنته الألفاظ، وهي المعاني المأخوذة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما اللفظ ليس هناك تعبد بتلاوته كما يتعبد بتلاوة القرآن العظيم. قال: ولجواز شرحه به، هذا الدليل الثاني. قال: الحديث لو رواه الشيخ على ما هو عليه ما غير فيه، حكاه بحرفه ثم أراد أن يشرحه للناس، فهل يجوز له ذلك؟ الجواب: نعم، هذا قطعا محل إجماع، هذا يشرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم للناس ليعلمهم العلم. شرح الحديث هل يكون بنفس الألفاظ الحديث أو بغيرها؟ لا بد أن تكون بألفاظ أخرى ليفهم الناس. فإذا جاز شرح الحديث بألفاظ أخرى فتجوز رواية الحديث بألفاظ أخرى ما دام أن هذا الراوي لم يغير المعنى. وكذلك الترجمة، ترجمة الحديث للغات الأخرى فإنه جائز بالإجماع، والرسول صلى الله عليه وسلم أرسل لقيصر ولكسرى وغيرهما من الأعاجم مع علمه صلى الله عليه وسلم أن حديثه هذا، يعني رسالته التي تضمنت أحاديثه، أنها سوف تترجم إلى لغة المرسول إليه، المرسل إليه، ومع ذلك فلم ينهى عن ذلك. قال: وقيل لا يجوز، هذا القول الثاني في المسألة، المذهب الثاني في المسألة. وقيل لا يجوز يعني مطلقا، المذهب الثاني عكس المذهب الأول،
المذهب الأول يجوز مطلقاً لكن بالشروط التي ذكرها، والثاني لا يجوز مطلقاً، ثم قال واختاره ابن سيرين. نعم، ابن سيرين وغيره، كثير من كتب الأصول تنسب هذا المذهب لابن سيرين، مع أن هذا المذهب محكي عن أناس قبل ابن سيرين، منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومنهم ابنه عبد الله، ومنهم أبو أمامة الباهلي، ومنهم الأعمش ونافع وابن سيرين من التابعين، يعني جماعة من السلف، وهو أيضاً مذهب بعض الحنفية، بل هو محكي يعني رواية عن أحمد وعن مالك رحمهم الله تعالى، فلم ينفرد به ابن سيرين رحمه الله. ثم قال لقوله شروع في أدلة المذهب الثاني، فقال لقوله عليه الصلاة والسلام فأداها كما سمعها، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فأداها كما سمعها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالشاهد في قوله فأداها كما سمعها، إذا نروي الحديث بحرفه بلفظه لا نغير في ألفاظه. قال ولقوله، هذا الدليل الثاني، ولقوله عليه الصلاة والسلام للبراء، يعني البراء بن عازب الأنصاري المتوفى سنة 72 هجرية رضي الله عنه، ولقوله عليه الصلاة والسلام للبراء حين قال ورسولك الذي أرسلت، قال قل ونبيك الذي أرسلت، إذا أويت إلى فراشك فقل اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك، إلى أن قال في آخره آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. فقال البراء بن عازب رضي الله عنه وبرسولك الذي أرسلت، فقال صلى الله عليه وسلم وبنبيك الذي أرسلت، يعني لا تغير، فدل على أن الحديث ينقل كما هو لا يغير. والجمهور أجابوا عن الحديثين، فقالوا عن الدليل الأول الحديث الأول فأداها كما سمعها، قالوا الحديث خارج عن محل النزاع، الاستدلال بالحديث يعني خارج عن محل النزاع، لأن الحديث دل على أن المستحب والأفضل أن يؤدي الحديث كما هو بلفظه، وهذا محل إجماع، لا يختلفون أن الأفضل هو أن الراوي يروي الحديث بحرفه كما سمعه، إنما الخلاف في الجواز هل يجوز نقله بمعناه. وأما الحديث الثاني فقالوا إن الأذكار والأدعية مثل والألفاظ التشهد مثلا والأذان والإقامة مثل هذه الأحاديث، هذه يتعب فيها معنى التعبد، يعني التعبد فيها بألفاظها، فهي ليست كسائر الأحاديث الواردة في الأحكام أو القصص أو نحو ذلك. ثم قال وقيل، هذا شروع في المذهب الثالث في المسألة، وقيل وهو مذهب بعض الحنابلة كأبي يعلى، وقيل لا يجوز فيما هو خبر عن الله لأنه كالقرآن، يعني الحديث الوارد منسوبا إلى الباري سبحانه وتعالى من كلامه، يعني الحديث القدسي لا يجوز أن يرى بالمعنى لأنه يشابه القرآن فتنقله كما هو. أما غيره من الأحاديث التي هي من كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم فيجوز روايتها بالمعنى إذا أمن اللبس ووقعت من عارف بالألفاظ. ثم قال ومنع أبو الخطاب محفوظ الكلوذاني من أئمة أصحابنا إبداله بما هو أظهر أو أخفى، هذا تفصيل الآن، وهو المذهب إيش؟ الرابع، رابع المسألة، رابع مذهب في المسألة، مذهب الجمهور ثم مذهب ابن سيرين وما معه ثم مذهب أبي يعلى وهذا مذهب أبي الخطاب تلميذه. فقال ومنع أبو الخطاب إبداله بما هو أظهر أو أخفى، يعني لا يجوز تبديل ألفاظ الحديث بألفاظ أظهر أي أوضح من المذكورة ولا أخفى أي أغمض، وإنما يجوز بالمساوي،
أن تروي الحديث بألفاظ تساوي ألفاظه في الوضوح أو الخفاء. يعني مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الأعرابي الذي بال في المسجد، ماذا قال في آخره؟ صبوا عليه ذنوبا من ماء. فلو قلت أريقوا عليه ذنوبا من ماء يعني يجوز، لأنك أبدلت اللفظ بلفظ مساوي، لكن ما تأتي بألفاظ أغمض أو أخفض. طيب لما؟ قال لأن الشارع ربما قصد اتصال الحكم باللفظ الجلي تارة وبالخفي أخرى. يعني ربما أن الاتيان بلفظ خفي أو أوضح ربما يكون مقصودا للشارع، وحينئذ لو غيرته إلى أخفى أو أغمض إلى أخفى أو أوضح وأظهر تكون خالفت مقصود الشارع. فحينئذ لا مخرج إلا أن تبدل اللفظ بمثيله ومساويه في الخفاء والوضوح، هكذا قال. وهو مذهب لا شك هو مذهب شاذ، يعني الثالث والرابع. وفي المسألة يعني أقوال كثيرة بلغت نحو 20 قولا، ما يقارب 20 قولا في مسألة رواية الحديث بالمعنى. نعم، رحمه الله. ويقبل مرسل الصحابي اختاره الأكثر، وقيل لا اختاره بعضهم. وفي مرسل غير الصحابي قولان، اختار جماعة من أصحابنا قبوله، وهو ظاهر كلام أحمد، وربما كان المنقطع أقوى إسنادا. ومعنى المرسل قوله قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإسقاط الرجال الذين أخذ عنهم، سواء بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم واحدا أو أكثر، والله أعلم. أحسنت. يقول ويقبل مرسل الصحابي. المرسل، حديث المرسل قد يكون من الصحابي وقد يكون من غير الصحابي، ويتصور في الصحابي فيما إذا كان صغيرا كابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم، فيروي حديثا ما أدركه أو سنه ليست سن تحمل عند قول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الحديث. هذا مرسل ماذا؟ الصحابي. أو تأخر إسلامه، يسلم متأخرا ثم يروي مثلا حديث وقع للنبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، وقتها ما كان مسلما أصلا وما كان موجودا في مكة، فهذا المرسل الصحابي. قال ويقبل مرسل الصحابي اختاره الأكثر، يعني سوف يذكر خلافا في المسألة. المذهب الأول وهو مذهب أكثر العلماء أن مرسل الصحابة مقبول حجة، بل حكى بعضهم الإجماع، منهم ابن عبد البر وهو من أحسن من ينقل الإجماع، وحكاه قبله ابن جرير الطبري، يعني حكاه جماعة من العلماء أنه إجماع، ومع ذلك فوقع فيه خلاف شاذ، وقع في هذه المسألة خلاف شاذ في ظني أنه مخالف للإجماع. فقال وقيل لا، وهذا القول قاله أبو إسحاق الإصفرايني من الشافعية، وأبو بكر الباقلاني من المالكية. وقيل لا اختاره بعضهم، وهم الذين ذكرناهم، أبو إسحاق الإصفرايني وأبو بكر الباقلاني. والصحيح لا شك هو مذهب الأكثرين، لأن الناس لم يزالوا يستدلون بمراسيل الصحابة منذ زمن الصحابة والتابعين ومن بعدهم من غير نكير، فهذا يدل على الإجماع. قال وفي مرسل غير الصحابي قولان، حديث المرسل الذي يرسله التابعي أو غيره قولان. طبعا المرسل يختلف العلماء اختلافا كثيرا في موضع النزاع الذي وقع فيه. أي مرسل؟ المرسل يطلق بمعنى قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو فعل كذا، وهذا مذهب أكثر المحدثين خصوصا المتأخرين، وعليه استقر اصطلاحهم. ويطلق إطلاقا ثانيا مشهورا أيضا عند الأصوليين والفقهاء وكتب الفقه
طافحة بأمثلته، وهو الانقطاع في أي موضع من مواضع السند، ففي أيهما وقع النزاع هو حقيقة محل بحث، لأن من يروى عنهم قبول المسند هم من الأئمة الكبار الذين يبعد أن يحتجوا بالحديث المرسل بالمعنى الثاني، فينبغي حمل كلامهم على المرسل بالمعنى الأول. أقول لا يبعد، لا نجزم بهذا، لكن لا يبعد أن يكون هو مرادهم أو مراد بعضهم. قال: وفي مرسل غير الصحابي قولان اختار جماعة من أصحابنا قبوله، وهو ظاهر كلام أحمد. الأمر كما ذكر المصنف رحمه الله، نعم هو ظاهر مذهب أحمد، هو الصحيح عند الحنابلة أن المرسل حجة، وهو أيضا مذهب الحنفية، وهو مذهب المالكية وبعض الشافعية وبعض المحدثين، جماعة كثيرة من العلماء يحتجون بالحديث المرسل. ويعني من أمثلة المرسل قول مكحول رحمه الله وهو من التابعين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ربا بين مسلم وحربي في دار الحرب. هذا حديث مرسل وأرسله التابعي. قال: وربما كان المنقطع أقوى إسنادا، يعني المرسل هو من جملة الحديث المنقطع، لأن الإرسال فيه انقطاع، فيه انقطاع، فيقول ربما يكون المنقطع الذي المرسل نوع منه ربما يكون أقوى إسنادا من الحديث المتصل. لماذا؟ لأن الرواة كلهم ثقات وكلهم حفاظ ضابطون، بينما الحديث المتصل كما لا يخفى بعض الأحاديث المتصلة تكون ضعيفة لضعف الرواة أو بعضهم أو لضعف الحفظ والضبط كما لا يخفى، ولهذا كثير من الأحاديث المتصلة هي من قبيل الحديث الضعيف لضعف إسنادها. ثم قال: ومعنى المرسل قوله، أي قول الراوي، قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال كذا أو فعل كذا أو فعل بحضرته كذا. قال: وإسقاط الرجال الذين أخذ عنهم، يعني أن يقول الراوي قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسقط الرجال الذين أخذ عنهم، سواء بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم واحدا أو أكثر، راو واحد أو راويان أو أكثر، كله من صور الحديث المرسل. طبعا هذا كثير يعني في أمثلته في السنة، فمثلا في عن الحسن عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، مع أن الحسن البصري لم يسمع من سمرة ابن جندب رضي الله عنه، فيقولون تجدهم في كتب الفقه وهو مرسل، مع أن الانقطاع هنا حصل من أثناء السند وليس من جهة الصحابي. تفضل الشيخ. فصل الإجماع أي تعريفه فله معنيان، معنى في اللغة ومعنى في الشرع، فمعناه لغة العزم والاتفاق، ومعناه شرعا اتفاق مجتهد العصر من الأمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على أمر ديني. وبالإجماع قال الأكثر، وقال أحمد: من ادعى الإجماع فهو كذاب، وقال: ما ينبغي لأحد أن يدعي الإجماع. قال القاضي: ظاهره منع صحة الإجماع، وإنما هو على سبيل الورع لمن ليس معه معرفة، قاله أبو الخطاب وغيره. وقال ابن عقيل: ورعا، لأنه لا يحيط بالخلاف علما في الغالب، وقد ادعى أحمد الإجماع. نعم. وهو أي الإجماع حجة قاطعة عند الأكثر، ودلالة كونه حجة ودلالة كونه حجة الشرع.
وقيل والعقل. أحسنت. قال فصل: الإجماع إلى آخره، بعد أن فرغ من مباحث الدليل الثاني من الأدلة الشرعية وهي السنة، شرع في الدليل الثالث وهو الإجماع، فعرفه كما هي العادة بتعريف المصطلحات الأصولية أن تعرف لغة واصطلاحا، فقال: الإجماع أي تعريفه فله معنيان، معنى في اللغة ومعنى في الشرع. فمعناه لغة العزم والاتفاق، يعني ليس معناها معا، وإنما يقصد الإجماع يطلق بمعنى العزم ويطلق أيضا بمعنى الاتفاق، معنيان يعني من معانيه في اللغة العزم، ومن معانيه في اللغة أيضا الاتفاق. فأجمعوا أمركم يعني اعزموا عليه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يجمع، لمن لم يجمع الصيام من الليل. يجمع يعني يعزم، فالعزم ومعناها التصميم على الشيء وتأكيد نيته يسمى إجماعا في لغة العرب. والمعنى الثاني الاتفاق، أجمع القوم على كذا يعني اتفقوا، ومنه قول أبي العلاء المعري: عدمتك يا دنيا فأهلك أجمعوا على الجهل طاغ مسلم ومعاهد. يقول أجمعوا يعني اتفقوا، مع أن أبي العلاء من الشعراء المولدين الذين لا يحتج بشعره، لكن المقصود أنه استشهد بالإجماع بمعنى الاتفاق. قال: ومعناه شرعا اتفاق مجتهدي العصر من الأمة، العصر اتفاق، فلا يوجد خلاف ولا من واحد على خلاف أيضا بين الأصولية. اتفاق يعني اتفاق الكل، مجتهدي فلا عبرة بالعوام لا في إجماعهم ولا في خلافهم. العصر أي عصر من العصور، لأن أدلة الإجماع لم تخصص عصرا دون عصر، من الأمة، فيخرج إجماع غيرها من الأمم فلا يكون حجة. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا عبرة بإجماعهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، الإجماع لا يكون دليلا إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: على أمر ديني، وهو جيد، تعبير حسن في تعريف الإجماع، لأنه لو قال على حكم شرعي أحيانا الإجماع هو حجة حتى في غير الأحكام، فإذا أجمعوا على علة صارت حجة، وإذا أجمعوا على حكمة صارت حجة، وإذا أجمعوا على صحة حديث كان حجة، وغير ذلك من صور الأمور الدينية، أحكام شرعية فقهية أو عقدية أو علل أو حكم أو صحة حديث أو غير ذلك، أو تفسير حديث أو تفسير نص شرعي، كله حجة. فلهذا قال: على أمر ديني ليشمل الكل. ثم قال: وبالإجماع قال الأكثر، يعني بوقوع الإجماع وثبوته قال أكثر العلماء، بل الصحيح أنه محل إجماع، لأن من خالف الكثرة هنا هم ممن لا يعتد بخلافهم كالنظام ومن تبعه من المعتزلة، فخلافهم خلاف شاذ خالف الإجماع. ثم قال: وقال أحمد رحمه الله: من ادعى الإجماع فهو كذاب، أو قال فهو كاذب. وهذه المقالة صحيحة عن الإمام أحمد، لكن العلماء الحنابلة أرادوا أن يتأولوا هذه العبارة، والذي حملهم على تأولها أي تفسيرها على غير ظاهرها هو أن أحمد بنفسه يستدل بالإجماع، فلا بد حينئذ من تأويل كلمته هذه في قوله: من ادعى الإجماع في مسألة فهو كاذب. فكيف يقال؟ أولاً قال: وقال أحمد: من ادعى الإجماع فهو كاذب، وقال: ما ينبغي لأحد أن يدعي الإجماع، يعني مقالتان مرويتان عن الإمام أحمد. قال القاضي أبو يعلى: ظاهره منع صحة الإجماع،
وإنما هو على سبيل الورع. الآن بدأ يتأول كلام أحمد، قال وإنما هو على سبيل الورع لمن ليس معه معرفة، قاله أبو الخطاب وغيره. هذا الأول، التأويل الأول، يعني ينبغي للمسلم أن يتورع عن حكاية الإجماع وهو ليست له معرفة بمذاهب السلف وأقواله. شخص ما عنده خبرة، ما عنده علم، يأتي ويقول أجمعوا، لا، ينبغي أن يتورع عن هذا، لأن هذه مسألة شرعية مهمة خطيرة، لأن الإجماع يحسب الخلاف ويحرم الاجتهاد في المسألة في عين الحكم، فينبغي أن يتورع عنها المسلم، بل هي من أولى ما يتورع المسلم وطالب العلم عن حكايته. قال وقال ابن عقيل ورعا لأنه لا يحيط بالخلاف علما في الغالب. هذا تأويل من؟ أبي الوفاء علي بن عقيل تلميذ القاضي أبي يعلى. قال يعني نعم هو ورعا، لكن ورعا كيف؟ قال لأنه لا يحيط بالخلاف علما في الغالب، يعني ينبغي أن يكون عند طالب العلم مزيد ورع فلا يجازف بحكاية الإجماع، كل ما قيل له شيء قال لا أجمع على خلافه، ما يصلح هذا، ينظر في أقوال العلماء ويتريث وينظر ولا يعني يهجم بحكاية الإجماع قبل أن يتحقق، هذا مقصوده. قال وقد ادعى أحمد الإجماع، يعني وليس يعني ما يصلح أن نحمل كلام أحمد رحمه الله على منع صحة الإجماع، أن الإجماع ما يقع. لماذا لا يصح؟ قال لأن أحمد هو بنفسه حكى الإجماع في مسائل، ثم قال وهو أي الإجماع حجة قاطعة عند الأكثر. نعم، يعني الإجماع كما أنه يتصور وقوعه بل وقع، فهو من حيث كونه دليلا شرعيا هو دليل شرعي وحجة، بل ليس حجة فقط وإنما هو حجة قطعية طبعا في الجملة، وإلا فمن الإجماع ما هو حجة ظنية كالإجماع السكوتي، ولهذا يسوغ فيه الخلاف. قال وهو أي الإجماع حجة قاطعة عند الأكثر، نعم هو قول أكثر العلماء. قال ودلالة كونه حجة الشرع، الشرع هو الخبر، وخبر كلمة ودلالة، ودلالة كونه حجة هو الشرع. وقيل والعقل بحرف الواو، يعني وقال بعض الأصوليين دليل حجيته الشرع والعقل، أما الشرع يعني نصوص كثيرة استدل بها العلماء من الكتاب ومن السنة على حجية الإجماع كما سيأتي إن شاء الله. وأما من العقل فقالوا لأنه لا يلزم من اتفاق العلماء أمر محال، لا في نفسه ولا في غيره، لا في العقل ولا في العادة، فإن العقل يجوز أن يجتمع كل العلماء في زمان واحد على حكم واحد فلا يلزم منه محال، وإذا جاز فالعقل جاز. العقل يعني دليل كون الإجماع حجة من جهة العقل أن العقل لا يعني يقول بأن إجماع العلماء في عصر على حكم واحد لا يلزم منه محال لا في ذاته ولا في غيره، لا محال من حيث العقل ولا من حيث العادة، بل هو أمر متصور ممكن، وهذا معنى الجواز العقلي، هذا هو معنى الجواز العقلي. نكتفي بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم مبحث الإجماع، ثم نتوقف بعد ذلك لأجل الاختبارات، ونستأنف الفصل الثاني إن شاء الله من مباحث النسخ فما بعدها إلى نهاية الكتاب بعون الله تعالى. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه،